السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبق معنا أيها الإخوة أن بينا في الدرس السابق أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، وهو أمر غيبي، وأن اليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، وذكرنا لكم الدليل على ذلك وهو ما جاء عند الترمذي وصححه الحاكم والألباني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة. وفي رواية أنه قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة. فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت. وذكرنا لكم أيضا أيها الإخوة أن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر زيادة الإيمان واليقين، وكذلك تقويم سلوك العبد، وكذلك تحقيق أركان العبادة على وجه كامل وتام، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وذكرنا لكم أن الذي يؤمن باليوم الآخر يتشوق غاية الشوق إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد فسر أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل جاء ذلك في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فالذي يؤمن باليوم الآخر يحب أن ينظر إلى وجه الله جل وعلا ويتشوق إلى ذلك غاية الشوق. وذكرنا لكم آنذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج ونظر إلى القمر ليلة البدر، وفي رواية في الصحيح أنها ليلة 14، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. وتضامون أي لا يلحقكم ضيم وعنت ومشقة في رؤية الله سبحانه وتعالى. وتضامون أي لا تزدحمون وتجتمعون حتى تنظرون إلى وجه الله جل وعلا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر. وهاتين الصلاتين هما أهم الصلوات الخمس، ولذلك يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. والمقصود بالوسطى هنا أفضل الصلوات، كما قال الله جل وعلا: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال أخيرهم وأفضلهم. فالوسط هنا بمعنى الخيار، وكما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. فهذا هو المقصود بالوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على بأهمية هاتين الصلاتين بقوله: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كما عند البخاري. وقال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وكذلك قال في شأن صلاة الفجر وصلاة الفجر: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. فهذه الأحاديث كلها تدل على أهمية المحافظة على هاتين الصلاتين، والمحافظة عليهما في
الجماعة مع المسلمين سبب للنظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا كله من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. وللقيامة أيها الإخوة، وللقيامة والساعة كما ذكرنا لكم آنفا ثلاث إطلاقات: القيامة الكبرى والساعة الكبرى، وهو البعث للجزاء والحساب، والقيامة الوسطى وهي قيامة أهل القرن الواحد وموتهم، والقيامة الصغرى وهي موت الإنسان. وذكرنا لكم أيها الإخوة أن وقت الساعة مما استأثر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما في حديث جبريل في الصحيحين. ولها أمارات وأشراط كما ذكرنا ذلك لكم، وهي تدل على قربها، وذكرنا لكم تقسيمها، وهي على قسمين على النحو الذي سنجري عليه: صغرى وكبرى. فالصغرى من النوع المعتاد الذي لا يغير تغييرا عاما، والكبرى من النوع غير المعتاد الذي يغير تغييرا عاما. والصغرى أيها الإخوة متباعدة بخلاف الكبرى، فإنها تأتي على إثر بعض، فقد جاء في الحديث أن خروجها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. وهذا الحديث أيضا كما هو عند الطبراني فهو عند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومما ينبه إليه أيها الإخوة أن أشراط الساعة وكونها علامة من علامات قربها لا يدل على ذلك، لا على إباحة فعلها ولا على تحريم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة التطاول في البنيان، أليس كذلك؟ هل يدل ذلك على تحريم التطاول في البنيان؟ لا، ليس ذلك بلازم، إنما هو علامة من علامات الساعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة الفتن واستفاضة المال، وكذلك أن تلد الأمة ربتها، وهذا شيء منه محرم وشيء مباح، ولا يدل على كون الأمر علامة من علامات الساعة على تحريم ذلك الأمر ولا على إباحته. هذه بعض الأمور المهمة التي ذكرناها، والتي أيضا أضفتها مما ينبغي التنبيه عليه في هذا اليوم. ثم سأذكر الآن بعضا من أشراط الساعة الصغرى بحسب ما يتيسر من الوقت، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. فأول أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فليس بعده إلا الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى ومدهما كما جاء ذلك في الصحيح، والحديث متفق عليه. ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحاشر، لأن الناس يحشرون على عقبه بعده مباشرة، يحشر الناس. فمن علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أول علامات الساعة الصغرى. أيضا من علامات الساعة وهي العلامة الثانية موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. فموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. العلامة الثالثة أيها الإخوة فتح بيت المقدس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيتي المقدس. وقد فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر معروف ومشهور، فكان ذلك من علامات الساعة. أيضا من علامات الساعة الواردة في هذا الحديث وهي العلامة الرابعة طاعون عمواس، وعمواس بلدة في فلسطين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والموتان أي الموت الكثير، وهو يضم الميم وفتح التاء، موتان أي الموت الكثير. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المقصود بهذا الموتان ما وقع في عمواس من طاعون ظهر في تلك البلدة ثم انتشر في بلاد الشام، وكان ذلك في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مات فيه أكثر من 25,000،
وكان من ضمن الذين ماتوا فيه بعض الصحابة، ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. ففسر هذا الموتان بأنه الطاعون الذي ظهر في عمواس ثم انتشر في بلاد الشام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم هذا مرض يصيب الغنم فيقتلها جميعا، ومن علامات هذا المرض أن أنوفها تنزف. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي ينتشر بين الناس بهذا المرض الذي ينتشر في الغنم فيقتلها ويميتها. هذه هي العلامة الرابعة. العلامة الرابعة استفاضة المال، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي في الصحيح: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وجاء إيضاح ذلك في حديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيفيض، حتى يهم رب المال، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة يدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه، فيهتم رب المال من يقبل منه الصدقة، من يقبل منه الصدقة. وهذا الأمر أيها الإخوة قيل أنه وقع في زمن الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستملك مشارق الأرض ومغاربها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنه زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، السلام عليكم وبركاته، وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، أليس كذلك؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي الكنزين الأحمر والأصفر، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ثم الصحابة فتحوا فارس والروم وأخذوا أموالهم. قيل أن ذلك وقع في زمن الصحابة، بل بلغ الأمر إلى أن وصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن المال وصاحب الزكاة يخرج بزكاة المال ليعطي الناس فلا يجد من يقبل منه الزكاة، روي ذلك. هذا قول أنه وقع هذا الأمر، وقيل أن ذلك لم يقع بل سيقع في زمن المهدي، سيقع في زمن المهدي، وسأذكر ذلك إن شاء الله عند كلامنا على هذه العلامة وهي علامة المهدي. وسيقع في زمن المهدي بأوضح من ذلك وبأشمل، وإن كان قد وقع سابقا. واعلموا أيها الإخوة أن المراد باستفاضة المال من جهة الأعم الأغلب وليس من جهة الكل، وغالب الأحكام الشرعية والعلامات القدرية إنما يراد فيها الأعم الأغلب ولا يراد فيها الكل، وسيأتي بيان ذلك، وهذه ملاحظة هامة. فلا يقال مثلا إن وجد فقير حين استفاضة المال، فقير واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا يقال إن هذه العلامة لم تقع، لا، بل يقال إنها وقعت بحكم الأعم الأغلب، وسيأتي إن شاء الله معنا بيان ذلك عند علامة المهدي. هذه هي العلامة الخامسة. إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موته، ثم فتح بيت المقدس، ثم طاعون عمواس، ثم استفاضة المال وعدم أيضا قبول المال، ثم بعد ذلك أيها الإخوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل من أن تلد الأمة ربتها، ومن أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذه تقريبا 3 علامات: أن تلد الأمة ربتها هذه علامة، وأن يغير حال الحفاة العراة العالة رعاء الشاء أن يتغير حالهم فيصبحون أغنياء وأثرياء، وهذه علامة. ثم العلامة الثالثة أن يتطاول هؤلاء في البنيان، أن يتطاول هؤلاء في البنيان، وهذا كله حصل، أليس كذلك؟ هذا كله حصل. أما العلامة التي فيها بعض الإشكال اليسير وستحتاج إلى إيضاح، أن تلد الأمة ربتها، لكن كون الحفاة العراة العالة رعاء الشاء تغير حالهم وأصبحوا أغنياء وأثرياء، هذا حصل، أليس كذلك؟ حصل في الزمان القديم وفي الزمان الحديث. وكونهم يتطاولون في البنيان أيضا حصل، كونهم يتطاولون في البنيان حصل، والتطاول في البنيان أقرب تفسير له هو التطاول في الطبقات، وأيضا يدخل في ذلك التطاول في تكبير المساحة، وهذا حصل،
وأيضا يدخل في ذلك تكثير المجالس والملاحق، وهذا حصل، وكل هذا ذكره العلامة محمود التويجري رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف الجماعة، وذكر أن جميع ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان. فهذه علامة، وكون الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أو يتغير حالهم أيضا علامة. وأما أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها كما في حديث جبريل فهي علامة أيضا، لكن ما المراد منها؟ ما المراد منها؟ استفاض أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذكر هذه العلامة ومعناها، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى جمع هذا الكلام في فتح الباري وأرجع هذه الأقوال إلى أربعة أقوال واضحة سأقرأها عليكم، وهي إن شاء الله أوضح من غيرها في كتب غير ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك. قال ابن التين اختلف فيه على سبعة أوجه فذكرها لكنها متداخلة، يقول ابن حجر لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال. الأول قاله الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد فيها بمنزلة ربها لأنه وليد سيدها. قال النووي وغيره إنه قول الأكثرين. قلت في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب الساعة. هذا هو القول الأول واستبعده ابن حجر رحمه الله. الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك، وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو من نمط الذي قبله، قال النووي لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطئ شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. هذا القول الثالث. القول الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد، وهذا معنى غير الظاهر في الحديث، أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. وهذا الأمر وقع في زماننا كثيرا والله المستعان. أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة، وهذا الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون من كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة تقرب قيامها أو يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. انتهى كلامه من فتح الباري رحمه الله تعالى وغفر له. وعلى كل حال هذه العلامات الثلاثة تدل على تغير الأحوال وعلى أن يقوم الأشخاص بممارسة غير ما كلفوا به. وأما أن تلد الأمة ربتها فلعلي في الدرس القادم أن أختصر لكم هذه الأقوال الأربعة بأوضح من ذلك، فكأنني رأيت أن فيها شيئا من الغموض. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.